في إطار الخرجات الميدانية التي تقوم بها مصالح أمن ولاية الجزائر لمكافحة كل السلوكات السلبية لا سيما تلك المتعلقة بنظافة المحيط وكل ما يشوه المنظر الجمالي لمدينة الجزائر، قمنا اليوم بخرجة ميدانية رفقة كل من شرطة العمران وحماية البيئة للمصلحة الولائية للأمن العمومي وكذا أمن المقاطعة الإدارية بير مراد رايس بالتنسيق مع السلطات المحلية. هذه الخرجة تمثلت في عمليات تطهيرية ونزع بعض المتاريس وبعض الأشياء الموضوعة بطريقة غير شرعية مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. هذا الفعل يعاقب عليه المشرع في قانون العقوبات المادة 444 مكرر منه بغرامة مالية قدرها 8000 دينار جزائري إلى 16000 دينار جزائري، كما يجوز الحبس من 10 أيام إلى شهرين.